لكنه مات بالهارت أتاك. ومن ساعتها الناس كلهم بيطلبوا الملكة شجرة الدر إنها تتجوز تاني، لأن كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر. عشان كده كان أهلاً 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 بالملكة شجرة الدر. عشان كده كان الصراع دايماً ما بين أقطاي وعز الدين أيبك، مين فيهم اللي هيفوز بقلب شجرة الدر؟ ده اللي احنا هنشوفه مع بعض، أو انتوا اللي هتشوفوه، أنا مش هقدر أشوفه لأن أنا أعمى. قمر يا مولاتي قمر، تفتكري هعجب أقطاي وأيبك؟ ده انت تعجبي الباشا، هم يطولوا، ده انت مش بس ملكة، ده انت الملكة التي هزت عرش مصر. مولاتي حسبي أنجا، ابعدوا يا سفاحين، محدش هيقدر ياخد أنجا حبيبتي مني. ملكة أنجا حاسة بإيه؟ حاسة إني حامل. أخيرا عملتها. هجيب لك الولد اللي انت عايزه. أنجا. أنا آسف يا مولاتي، مولاي أكتر أقطاي برا، أعمل إيه؟ أقطاي دايماً مواعيده مظبوطة. ده أنت تظبطي عليه الديك لما يدن. وأنت عرفتي منين يا سف؟ مرعوب. أنا آسف يا مولاتي، أخليه يدخل ولا يتغدى ولا يمشي ولا أعمل إيه؟ خليه يتفضل. حاضر. طب أستأذن أنا بقى يا مولاتي، أنت عارفاني خدمتك لماحة، يلا نهارك أبيض. حسابنا بعدين. مولاي أقطاي. أقطاي. أفندم أنا موجود. اتفضل. أيها الإخوة المواطنون، أيها الإخوة والأخوات، إن أقطاي الذي يتحدث أمامكم اليوم يعتز بما قضاه من سنين طويلة في خدمة مصر وشعبها. إن هذا الشعب العزيز هو شعبي، يحتاج الآن إلى حاكم قوي. أنت اللي بتتكلم عن شعب مصر؟ أمال أمي؟ بعد ما فرضت عليهم الضرائب. يا سلام. الشعب مش لاقي علاج. شعب خالص. وعايش في بطالة وفقر ومرض. شعب موجود. ومفيش مستشفيات الناس تتعالج فيها. المستشفيات في كل حتة. إزاي؟ أنت عندك الرمض في الجيزة؟ عندك السلام في المعادي؟ في كل حتة في إما كنت تتكلمي الكلام مظبوط ما تتكلميش. كلام إيه؟ كلام إزاي؟ مستشفيات في كل حتة. ما عندكش اختيار دلوقتي ما بيني وما بين أيبك، يا أنا يا الفوضى. أنت بتهددني أنا بالفوضى؟ أنا هددك بأي حاجة، أنا أطلع طلعة جوية أفجر القصر ده كله عشان تبقى فاهم. أنا راجل مش سهل، الموضوع دلوقتي ما بقاش سهل، الموضوع دلوقتي في منتهى الخطورة عشان تبقي فاهمة. أيبك ده لو جه هيجيب جماعته، جماعته لو جم هيجيبوا مجموعة، عشان الموضوع مش هيبقى سهل يعني. الموضوع ساعتها هيبقى في منتهى الخطورة، البلد دي هتتفتت. أنت عايزاها تتفتت؟ عشان إيه؟ دي الفزاعة اللي بتضحكوا بيها على الناس في الإعلام. وانا عايزه احافظ على نفسي كملكه للبلاد. عايز ايه؟ عايزه احافظ على نفسي كملكه للبلاد. طب ما انت ملكه البلد اصلا، تشتغل لنفسك ولا ايه؟ انت شوفي انت عايزه ايه، ما كنا ننفذ اللي انت عايزاه ما ننفذوش. اتفضل. اركع. ايه؟ اركع. افندم انا موجود. بقول لك اركع. اتجننت ولا ايه؟ انا ما اركعش ابدا، انا راجل صاحب بطولات، انا راجل عامل حاجات كتير، انا راجل عامل مترو الانفاق، انا راجل في كوبري فيصل فيه نازله ناحيه الشمال بتودي على جامعه القاهره هايله، انا اللي عاملها؟ انا في الكوبري الدائري عامل وصله جديده بتطلع على الدائري ما حصلتش، هايله جدا. فاهم ايه؟ في كباري كتير فوق، انا في الكباري ما حصلتش. انا اما كنت اطلع بالكوبري مظبوط ما اطلعش بيه يعني. الموضوع مش الموضوع مش كده.
موضوع دلوقتي مش سهل، موضوع في منتهى الخطورة. أنا بقول لك اتفضل. لو كنت اتحنيت كنت أصبحت السلطان، ولكن دلوقتي إما كنت تكملي الجملة للآخر ما تقوليهاش. أنا فاضي. هو أنا أخمم؟ أنا أخمم أنت عايز إيه؟ أنت حاجة صعبة. سيب لي فرصة أفكر. إما كنت تفكري في كلام فاضي. ما عندناش وقت دلوقتي، الوقت دلوقتي بقى ضيق، بقى في منتهى الخطورة. وأنا عايز أقول إن سوف يحكم التاريخ بما لنا أو علينا جيلاً بعد جيل، إن شجرة الرز باقية والأشخاص زائرون. حفظ الله مصر والوطن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب بيهددني، يا اما هو يا اما الفوضى. مولاتي الحي الحي. في ايه يا مرعوب؟ القائد عز الدين قايبك جه. طب ده خبر عادي. خبر عادي ايه؟ ده قائد الجيوش، ده انا ما بشوف كمين في الشارع بفلق. طيب اخرج وخليه يتفضل. عادي يعني؟ اه عادي. ربنا يستر. مولاي قايبك. التحية لمولاتي شجرة الدر. ايه اللي اخرك يا ايبك؟ كنت مزنوع على الدائري يا مولاتي، المرور زبالة زبالة، في عربية نص نقل محملة مماليك قافلة طلعت الكوبري. انت هتكذب عليا يا ايبك؟ ايبك اسمي الامير ايبك. ايه؟ لكن بالنسبة لك انت ممكن تقولي لي يا بكة. بكة؟ بكبوكي بكبيكو. خلينا في المهم يا ايبك. سيرتك يا مولاتي، سيرتك بقت زبالة. الناس عمالة تقول إن القصر فيه شباب داخل وشباب خارج، ده غير إنك شجرة ومزة وقاعدة لوحدك. من الآخر كده أنا شايف إنك لازم تتجوزيني. لازم أتجوزك أنت يا أيبك؟ والله لو لقيتي أحلى مني اتجوزيه. كده فرصتك ضعيفة، وخصوصاً إن أقطاي بي نفسك. أقطاي مين يا شجرة؟ هي هربت منك ولا إيه؟ أقطاي ده كل الناس بتكرهه ونزلوا الشوارع وقالوا له ارحل ارحل. يعني بيحبوك انت يا ايبك؟ والله على الاقل انا معايا اهلي وعشيرتي، ودول ناس منظمين قوي، باشاره واحده مني يجوا يحاصروا لك المدينه ويبنوا حمامات ويذبحوا بقر ودماغ. هيعيشوا ايه؟ افهم من كده ان لو ما اتجوزتكش هتولعوا في البلد يا ايبك. انا ما اقدرش اعمل حاجه زي دي لا سمح الله، بس برضو ما اضمنش محبيني ومريديني اللي ممكن يولعوا في البلد وبحماس. طيب بحماس. طيب افرض ان اتجوزت اقطاي. انا ما افرضش، وحتى لو ده حصل هعمل مؤتمر صحفي واعلن فيه ان نتيجة الجواز دي مزورة. انا عارفة يا ايبك انك شريف من جواك، بس انا حاسة انك مش بتحب البلد. انت بتحب الكرسي ده، وزي ما في ناس معاك في ناس ضدك. يا مولاتي يا مولاتي، اوعدك اني لو بقيت ملك هبقى ملك لكل المصريين مش لجماعتي وبس. واكبر دليل على كده اني جيت لك النهارده وانا مش لابس قميص واقي. مماليك احرار هنكمل المشوار، مماليك احرار هنكمل المشوار. يا خوفي لا تكون بتقول وعود وبترجع فيها. يا شجره القلب، يا شجيره الروح والفؤاد، حتى لو أصبحت أنا الملك ستكونين أنت السلطانة اللي فوق الكل. يعني لو طلبت منك إنك تركع هتركع؟ أنا أصلاً لو وافقت عليا كنت ناوي أركع ركعتين لله. طيب اديني فرصة أفكر. يبقى وافقتي. لا بقولك اديني فرصة أفكر. والله وافقتي. لا بقولك أنا لسه هفكر. عيني في عينك وافقتي. والله أنا لسه هفكر. يا شجرة! إيه الغباوة دي؟ أنا لسه أستنى أتفكر. أخيراً وصلت للكرسي، خشب دمياطي نظيف،
يا أنجا يا مرعوب. أيوة يا مولاي. يا محمود. أمرك يا مولاي. نادوا كل المنادين اللي في البلد عشان ينادي كل واحد في البلد، ينادي مع المنادين اللي انتوا ناديتوهم ويقول إن أيبك هو اللي فاز بقلب شجرة الضر. إيش يا مولاي؟ بيس يا رجال. أنجا كل سنة وانت طيبة يا بيبي. بمناسبة إيه؟ النهاردة عيد ميلاد تامر حسني. يا مرعوب، وأنا ملك القصر ولا ملك الكبدة؟ أسفة يا شباب، الكلام ده عند التتار يا حبيبي. محمود. أمرك يا مولاي. أنا عايز خبر جوازي من شجرة الضر يغرق مصر خلال 24 ساعة. لكن الملكة شجرة الضر لسه ما قالتش جوابها النهائي. إحنا ما عندناش ملكات ليها رأي يا محمود. يعني نعمل لك يا مولاي؟ أطلع الساعة 3 الفجر يعني النتيجة؟ أنت بتزعلني ليه يا محمود في إيه؟ معلش أنا متوتر أوي النهاردة. لا لا، أنت وأنت درانكينج ما بتبقاش إمبورتنج يا محمود. لا. 3 الفجر ده أنسب وقت نعلم فيه، نص الناس نايمين والنص التاني بيتفرج على قناة التت. نطلع إحنا بقى نقول اللي إحنا عايزينه. نفذ أنا أفهم أكتر منك. ما أقدرش يا مولاي. اعلن يا ابني نتيجة الفوز بقلب شجرة الدر. نتيجة الفوز بقلب شجرة الدر: شبرا 500، أيبك 15، أقطاي. الجبلية 600، أيبك 15، أقطاي. الزاوية الخمراء 1000، أيبك 15، أقطاي. شرقية شرقية، منوفية منوفية، دهلية دهلية،